وجهة نظر حضرتك طبعا هروح بقى للمعارض الاول. مش معارض ولا حاجه. لا يعني وجهة نظر يعني تختلف. انا عايز اقول عنوان كده: انتهى عصر الخروج عن النص في الرياضه المصريه. تاني: انتهى عصر الخروج عن النص في الرياضه المصريه وكره القدم تحديدا برحيل المجلس السابق لمجلس اداره نادي الزمالك. اعتقد ده يجب ان نستفيد من اللي حصل ده. ازاي ده هيكون بدايه عصر جديد للرياضه المصريه بشكل عام والكره القدم المصريه وللاعلام الرياضي المصري. يعني واجزم انت بتتهم كده الاعلام في جزء من الاعلام الرياضي المصري في ازمه نادي الزمالك. في جزء كبير الاعلام الرياضي المصري تحول الى منابر للخروج عن النص. مش عايز اقول كلمه افظع من كده. لا احنا بنحافظ على طبعا منابر للخروج عن النص ويعني السب والقذف. يعني تحولنا لمشهد عبثي وبقى اشقائنا في الوطن العربي بيتندروا علينا وبقت الفيديوهات اللي بتطلع من الاستديوهات الرياضيه في الاعلام الرياضي المصري. شريف اللي جاي روشته اللي جاي يعني اخويا ماهر قال حاجات مهمه جدا. المرحله الجايه يعني انا للاسف شديد برضو في ال 48 ساعه اللي فاتت دي شفت نماذج كتير كده وظهور ومش عارف ايه ورجعوا وناس بتطلع على تلفزيونات وبرامج. كل ده مش هيحل ازمات الزمالك. اللي هيحل ازمات الزمالك ان الناس تشتغل مش تتكلم. ويمكن انا قلت مع قبل كده في حلقه سابقه ازمه الزمالك الناس بتتكلم بس ما بتشتغلش. ازمه الزمالك الناس بتتكلم بس بتتكلم وتقارن نفسها ويعني بتصور نفسها انها في الافضل وهي في الأسوأ. لازم الناس تشتغل. اللجنه الثلاثيه اللي موجوده دلوقتي اللي اتشكلت دي ليها دور محدد. لا كامل احترام طبعا هيبقى لها دور كبير. ليها دور محدد طبعا انها تسير النادي وتشوف شؤون الاداريه والماليه والكلام ده وتجهز للانتخابات. اهم حاجه بقى في الانتخابات دي تنقيه كشوفات العضويه. يعني انا اسمح لي بس هقطعك. هو اكد على حته صغيره قوي ان في 45 يوم هيبقى في صعوبه كبيره جدا يعمل كل اللي حضرتك بتطلبه ده. لا لازم 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 تشكل لجنه لتنقيه العضويه لان في ناس عضويتهم اتعملت وبالايصال اللي خده دخل ادى صوته في الانتخابات في الدورتين اللي فاتوا. وفي ناس دفعوا جزء وما دفعوش الباقي وعضويتهم شغاله. بس ده قانوني. ما دفعوش بقيه الايصال. بس ده يعني ده مش قانوني. لا يعني المفروض العضويه تتلغي وبيجوا ساعه الانتخابات تتجدد ويخش يدي تاني صوته. لا في كشوفات العضويه فيها ازمات كبيره جدا جدا جدا. وياما ناس من اللي لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات اشتكوا من في العمليه الاجرائيه في الانتخابات كان طب فيها طب طب خروقات بس شديده جدا. يعني الجزء الثاني سؤال اللجنه دي قبل ما نروح لتنقيط كشوف الانتخابات وبعض الامور الاداريه الخاصه بالانتخابات هنتكلم على ارض الواقع. فريق كره القدم هو مثل العصب الاهم لنادي الزمالك. مش كره القدم بس. لا خلينا بس ناخد يعني كره القدم اللي على الازمه طبعا كل الالعاب. اللجنه دي تعمل ايه الاول وبعد كده نروح للجزء الثاني. اللجنه دي اولا لازم مستحقات اللعيبه مستحقات الجهاز الفني لازم يتم تدبيرها ولازم الناس تراجع ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت والايام الاخيره. لان احنا سمعنا تسريبات كبيره جدا عن ان في فلوس خرجت في الايام الاخيره وفي مستندات خرجت في الايام الاخيره بطريقه فيها يعني شبهه او حاجه غير معلومه في الفتره الاخيره في الايام الاخيره. لازم تشوف الفلوس ايه وايه المداخيل ولازم نحل مشكله الحجوزات اللي على النادي لوزاره الماليه ونتاكد من معلومه او البيان اللي طلعه المحامي بتاع الاستاذ ممدوح عباس ان هو الحجز اترفع من 4 اشهر. لان الناس عماله تقول لا ده الحجز موجود. لا هو في دفع 60 مليون جنيه ولو في جواب راح لوزير الماليه السيد محمد معيط اعتقد انه هيقدر ازمه نادي الزمالك لازم ويقصد الباقي والامور وارصدت القيد على ارصدت الشاه. لازم النقط تتحط على الحروف في الحاجات دي. الجزئيه الاهم واللي اشار اليها وباكد عليها اشار عليها ماهر وهي الوجوه. لازم الوجوه تتغير.
لان كل الوجوه اللي مرت على النادي في العشر سنين الاخيره لا تصلح انها تبقى موجوده مره اخرى، لا تصلح في العمل الاداري سواء في مجلس اداره او العمل الاداري داخل النادي، كلهم عليهم علامات استفهام، كلهم عليهم علامات استفهام، وكلهم كان ليس لهم اي دور، وكلهم استفادوا من النادي، كلهم استفادوا من نادي الزمالك بس ولا بيفيدوا بس برضو الزمالك. كلهم لهم الحق انهم يدخلوا انتخابات، ما انا يعني أنا عشان ما بصادرش على الجمعيه العموميه بقى. على على انا هنا ما بصادرش انا بناشد الجمعيه العموميه انها تحسن الاختيار هذه المره، لان مصلحه النادي اهم من المصالح الشخصيه للناس دي، لان الناس دي استفادت بشكل كبير جدا 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 جدا، وجمعوا بين مسؤولياتهم كاعضاء مجلس اداره ووظائف ليهم داخل النادي، ودي شيء يتعارض مع اللوائح والقوانين، ان انت تستفيد او تتربح من نادي وانت موجود في مجلس الاداره تطوعي. فكل الناس استفادت من نادي الزمالك، وللاسف الشديد لم يفيدوا نادي الزمالك، وللاسف الشديد نادي الزمالك وجمعيته العموميه وجماهيره وانشطته الرياضيه والاجتماعيه هي اللي دفعت الثمن ووصلت الى الحاله دي، وكم المديونيات اللي موجوده على نادي الزمالك سواء للاتحادات سواء للاعبين رحلوا عنه سواء لاجهزه فنيه سواء لموظفين وعمال، كل ده بسبب الخلل الواضح في اداره نادي الزمالك طوال 10 سنين الاخيره.